كنا مساء الخير عليك وشبعك يا فخر الجزائر ما شاء الله. اهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. كان يما الناس الجزائر الناس لمتنا بيسلم لمتنا كيقولوا لمتنا اللي يسلم للشمل الجزائريين. كان يما اختي خديجه بن قال اللي شرفت الجزائر. الله يسلمك زيد شرفك. وانا سعيده جدا لانه كل ما الواحد يجي يستلهم وياخذ دروس من الاجيال اللي فاتتها خصوصا من الثوره الجزائريه. فسبحان الله يعني احنا نرفع رؤوسنا عاليا جدا في السماء بهذه الشهداء اللي صنعوا اعظم ثوره في التاريخ المعاصر. وان شاء الله يا رب ان شاء الله اخوتنا في فلسطين يستلهموا دروس الثوره الجزائريه يستلهموا منها الدروس. وما شاء الله عليهم المقاومه الفلسطينيه يعني ما شاء الله. واضح انه الثورات دائما يعني في تماهي تاريخي بين الثورات. وإن شاء الله نتمنى النصر والتحرير إن شاء الله للشعب الفلسطيني ولفلسطين مثل ما تحررت الجزائر بعد قرن تقريبا ونصف 132 سنة. فليس هناك احتلال في التاريخ استمر، لكل احتلال نهاية، وستكون إن شاء الله نهاية الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله بتحرير فلسطين مثل ما تحررت الجزائر بعد قرن 132 سنة. الله يبارك فيك. كلمة للنساء الجزائريات. لما تقول المرأة الجزائرية تقول خلينا نبدأ بالثورة. لما تقول المرأة الجزائرية تقول جميلة بحيرة، تقول جميلة بوباشا، تقول كل جميلات الجزائر اللي صنعنا التاريخ وصنعنا أيضا قصص للسينما العالمية، لأنه أصبح يستلهم من قصصهن أفلام للسينما العالمية. وربما المثال الأقرب إلينا هو فيلم جميلة لجميلة بوحيرد الذي عبر الحدود والقارات ليصل إلى كل العالم. وطبعا معركة الجزائر اللي هي أعظم فيلم اللي استلهم منه دروس أيضا للعسكريين الأمريكيين والعسكريين في العالم. فأعتقد أنه الجزائر هي أيقونة كل الثورات في العصر الحديث. ومدام سألتني عن المرأة فأنا أفاخر وأباهي بالمرأة الجزائرية في أيام الثورة وقبل الثورة وبعد الثورة. ونحن نفتخر بك كأنك كما قلت مرأة جزائرية. شكرا جزيلا. شكرا.